رح نفترض زي ما افترضنا بالراوند تريب تايم الافتراضات التالية. خلينا نرسم اول شيء الرسمة هذه هون. رح نفترض طبعا سينجل انترنس. رح افترض عندي P passengers رح يعملوا boarding. كلهم رح يعملوا boarding على single entrance. فعندي single entrance وكمان رح نفترض incoming traffic. هلا رح افترض انه عندي highest reversal floor هو H زي ما عملنا هناك. Number of stops, expected number of stops هي S. وهون رح افترض انه rated speed attained in one floor journey. هاي بتشبه التعريف الأولي اللي عرفناه الـ attained in one floor journey. اوكي رح يطلعوا الناس هلا هون. هلا اللي رح يستنى أول واحد رح يطلع مش رح يستنى حد مش هيك؟ أول واحد رح يطلع مش رح يستنى حد. الآخر واحد أول واحد بدخل رح يستنى البقية كلهم حتى يطلعوا مش هيك؟ لأنه الترافلينج تايم تبعه بدأ من لحظة دخوله بس لسه عم بستنى البقية انهم يطلعوا فرح يستنى P-1 passengers يطلعوا بعده. اللي بروح بالنص رح يستنى P-1 على 2 واخر واحد بيطلع انضافت على الويتنج تايم تبعته بس بالافرج ترافلينج تايم ما استناش. هلا كم ستوب رح نعمل؟ S stops مظبوط؟ مش احنا قلنا P بتتحول ل S الفورمولا وعادة S رح تكون اقل من او تساوي P مظبوط؟ S أقل من أو تساوي P. فرح نعمل عدد الستوبس. قديش طول الجيرني on average رح نعملها؟ كم فلور؟ كله H floors. بس كل جيرني من الجيرنيز رح نمشيها. كلها H صحيح كلام. صحيح. رح نعمل إحنا هون H floors مظبوط؟ وهون نأكد إنه H وحدتها floors. كل مرة قديش المسافة رح أقطع أو العدد الفلورز اللي رح أقطعهم؟ كم ستوب رح أعمل؟ S stops. وعدد الفلورز التوتال اللي بدي اقطعهم هو H. اذا اون افريج كل جيرني قديش رح يكون طولها بين فلورز؟ H على S. اذا افريج جيرني لينث ان فلورز تساوي H على S فلورز. واحنا رح نفترض كمان في افتراض كمان مهم هون رح نفترضه ايكوال فلور هايتس. داي ايوه تفضل. لا لا فلورز عشان هيك انا طلعت معي هاي فلورز. هلا افترض اتش افترض اتش طلعت معنا 12.3 فلورز اوكي وراح ابدا من زيرو راح ارقم هذا زيرو هذا مهم وهدول واحد اثنين لحد ما اوصل اوكي وانا عندي مثلا خلينا نقول خمس ستوبس اس بتساوي خمس ستوبس. هلا انت رح تقول لي ما فيش شيء اسمه ما في جيرني اسمها بس اون افريج عدد الجيرنيز اون افريج قديش رح يكون؟ رح يكون 12.3 على 5 مظبوط؟ اون افريج يعني رح امشي اللي هي قديش بتطلع؟ 12 على 5 عندي 2.4 و3 على 5 6 اظن بتطلع هيك مش هيك؟ اذا هذا هون افريج جيرني لينث ان فلورز رح اعمل 2.46 فلورز هي فراكشن بس انا افريج رح امشي 2.46 فلورز. هو طبعا في الحياه الواقعيه بقدرش امشي غير انتجر نمبر اوف فلورز بس احنا اون افريج رح نمشي 2.46 فلورز. اوكي واضحه؟ لا واضحه؟ اتش كيف تكون الافريج الافريج تبع الجمب ماشي بلاش نسميه جيرني الجمب قديش رح امشي كم فلور رح امشي بوصل باسنجرز مجموعه باسنجرز بعدين اخذ مجموعه باسنجرز ثانيين اه فكاني هون عمالي بقول رح اعمل 2.46 خمس مرات بعدين رح ارجع اوكي فرح اعمل كاني هون رح ابدا من الارضي من جي رح اعمل هون 2.46 فلورز 2.46 فلورز هي واحده هي تنتين هي ثلاثه هي اربعه هي خمسه فيش هي تخيليه هي بس انا افرج وبعدين ايش رح اعمل؟ رح ارجع هي حققت اتش اللي هي 12.4 وعندي 5 ستوبس هي 1 2 3 4 5 ستوبس وين اللي بلس 1 بتيجي؟ هيها هون مظبوط مش هيك؟ بيجي عندي هاي وهون افرج عم بطلع 2.46 احنا عشان الكالكوليشنز ممكن نفترض فراكشنز ما هو هذا افرج
لو هاي عملت لها رننج لعشرة آلاف مرة مليون مرة وحسبت طول الفلورز اللي بمشيهم مش رح يطلع معي 2.46؟ رح تقول لي في شيء انتجر مزبوط في السيناريو الواحد ما في، بس on average رح يطلع عندي 2.46. كم passenger P بكل stop رح ينزل on average؟ كم عدد passengers الكلي؟ P على S average passengers per floor يساوي P على S passengers. نفس الاشي هذا fraction راح يكون، راح تقول لي بقدرش احسب الباسنجرز صحيح، بس لو كررت هاي ملايين المرات راح الاقي انه on average عم بنزل على الطابق P على S passengers. اوكي ماشي، واضح؟ في اسئله على هاي؟ نعم.